حل من اتنين تحلوه، يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احيانا المريض بعد المعده من العمليات السلوك بيتغير، يعني ممكن يبقى نقيض، توقع منه اي حاجه عكس اللي كان بيعملها قبل كده، ده طبيعي جدا. اتس امبوسيبل. انت بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي انا هقوله لك ده ملوش علاقه بالطب، اعتبريه كلام ستات في ساونه. ده جوزك، يعني مفيش حرج من اي نوع. اللي فيه جلابيه حمراء بتلمع، منديل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي؟ عارفه انت لو خدتيه وغيرتي جوه في اي حته اكيد هتلاقوا مع بعض صيغه احلى. حاولي. اسمع يا حياه قلبي نداء قلبي. عملوا متين كاسه مع بعض كلها مأساويات، لازم يموتوا لاخر المسلسل. هو عنيف رصيف من الخمسه ده، لابن عبد العزيز دي. معلش لا استنى. لا على اصول. ايه شكل ناس الاصول دي؟ شكل ناس؟ ايوه. انا السجاده ده انت بعتك جبيها ولا قفص قرص ولا ايه؟ يعني ايه دي؟ بنتنا شكل ناس. بنتنا والله العظيم. انت نسيت ان احنا مخلفين؟ لا والله انا كنت بهزر بس والله. انا عارف يعني. ارجوك اعملها كويس عشان خاطري. بليز. حبيب بابا، حبيب بابا اللي كانت لي وانا مظلمة الدنيا. حبيب بابا، حبيب بابا. لأن يجي باعي كذي قوي يا حبيبتي. يا ما بتردش لي خرصة ليه؟ دي مش بنتنا يا رياض. ما بنت مين دي؟ دي بنت الشغالة بتاعت ماما. والله لا. معلش ما انا يعني انا برضه قلت يعني انت بيضا وانا بيضا، ازاي نخلف صباع العجوة ده؟ يا سلام الدنيا، يا سلام الدنيا، يا سلام الدنيا، يا سلام يا سلام. سلمي على دادي. مامي يا مامي صوته اتغير كده ليه؟ معلش. سلمي على دادي. انا مبسوطة قوي ان حضرتك خفيت. بونص. الكروتة دي ده اندهلة يا شافة. بوتاجاز يا بوتاجاز. اسمها ايه البت؟ حلقت لي زي ما يكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض. انت معودها على كده. انا معودها على كده؟ ايوه. طب اعمل، طب اعمل ايه؟ اطلع لها عشان خاطري. بليز. اطلعها على طول؟ بليز. قلت لي اسمها ايه؟ شكي. الاسامي اللي عايزه تتلوج دي يا شاكر. بس بقى ستة، وبعدين عمو التنين خد عقد المغارة بتاعت أبوه وراح طرده منها وجوز ولاده التنانين، بقى شاطر لمبي رمى في الغوبة. صحى الصبح بقى بعدها بكام يوم كده، ساعتين يعني بعدها، يعني صحي فلقى نفسه بني آدم تاني مش فاهم أي حاجة. دي تفتكر ده يبقى إيه؟ ده بحمار حضرتك. ده مين ده؟ هو هو بحمار. ذكية يا بنت النور. يا
افتح الزنزانة واصرف انت. مبروك. مبروك دي تقولها لي على الموبايل اما ابقى بره مصر. والله بقى الحكاية دي حلها في ايدك انت. اصل في مشكلة صغيرة تتوقف عليك. خير؟ في ايه؟ رياض باشا. ماله انت بشرط خلاص بقى معانا؟ من ناحية خلاص هو خلاص بس طالب اتنين. اتنين؟ اتنين ايه؟ 2 مليون. بس ده كتير قوي. انا برضو قلت له كتير. قال لي هو هيدفع حاجة من جيبه. ما كله من فلوس البنوك. ايوه بس دي ما فيهاش بس. النهارده رياض باشا معانا. بس ممكن يتغير في اي لحظه. ده احنا مصدقنا اقنعناه. وبعدين عصفور في اليد احسن من مليار وانت في السجن. طيب مبروك. سلامه. عربيات النص نقل لما بتتروق بتبقى كفاءه، يعني كفاءه قوي. هاي رياض انا جاهز. ايه هاي رياض انا جاهز. ده ايه اللي انت لابساه ده؟ ده سبورتس وير. نعم سبورتس وير. بص بلاش حاجك فاضيه. ايه الدراعات الملط دي؟ انت رايحه فين قلت لي؟ النادي. النادي؟ تعال هنا قرب. رايحه فين تاني سمع علي؟ النادي. النادي يعني رايحه مركز شباب، والشباب هناك كده اهو وله عيون وهيقعد يتفحص كل منطقه في قلب جسمك. الشاب من دول لو دخل في السور هينفض من الناحيه الثانيه. رياض انت عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. نعم اي ايه؟ عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. بلا كورونا بلاش الحاجات اللي انت بتعملها، ما تغيرتش الموضوع. انت مش متجوزه ذكر بط هنا. رياض بلا رياض بلا لمبي. لمبي؟ لمبي مين؟ لمبي مين؟ تتجي فين انت؟ في وجعه اللمبي ولا حلاوه اللمبي ولا طعامه اللمبي؟ اللمبي ده كان يسوق شارع قدامه كده بحاله، صقر كبير له في الجبال علامات. لمبي ده كان فاضل له يومين وصورته تنزل على الجنيه. بس خلاص بقى الله يرحم ايامه. عمل حادثه دخل في بقه واحد. يلا بنت اجري البسي الحاجات التانيه. بنت اجري يا بنت، ما تخليش بقى اجري انت بقى. لا البسي حاجه بقى. لا يا بنت اجري بقى انت حلوه كده الله يقربك. اجري انت يلا. لا يا بنت والله هعضمك. اجري انت يلا. يلا اجري انت. يلا يا بنت. يلا يا بنت ارجعي. ايه البله اللي مالهاش حاكم دي؟ كشفنا ولا ايه؟ كشفنا في ايه؟ في الجريمة اللي احنا عاملينها دي. وطي صوتك. جريمة ايه؟ ايه؟ انا عاوزك تختم الورقة دي بسرعة. طب ايه عربية الإزعاف دي طب؟ مسجون تعبان قوي لازم يتنقل المستشفى حالا. طب انت مالك متأثر ليه؟ هو أخوك ولا ايه؟ أنا أخويا مسجون برضو. يمكن صدفة ولا حاجة. يا عم اختم الورقة دي بلا صدفة بلا نيلة. طب أختنا ازاي دي طيب؟ الختم في الدور. الختم في الدور؟ أيوه الختم في. أنت مالك مستغرب قوي؟ والله الختم في الدور. الختم في الدور. والله ما أعرف إن الختم في الدور. طب يلا يلا بسرعة. أيوه. ادي انا عاوز الورقه بتاعتها كبيره دي حلوه تخلق. هي بتكبر ودي اختم لي ورقتها لازم دي يعني. ايوه عينيا عينيا يا ابو هتفرتكها. عينيا يا ابو الادهيم. ادهيم ادهيم ايه ابو الادهيم دي؟ ابو الادهيم ده كان الدلع بتاع ابويا. كان بيقول لابوك يا ابو الادهيم. لا بيقول له يا عم محسن. محسن اسكت اسكت اسكت. انا بتمنى لما توصل بالتليفون. على مين؟ على ابن اخوك المريض اللي هناك. هاي رياض ازيك؟ انا كمان مبسوطه قوي النهارده. في الحقيقه انا مش مصدق اللي انت تقوليه ده.
انا عايز سيادتك موضوع. ايه يا لا ايه يا هاني ايه يا هاني اعرف اللي انت بتعمله ده. ما خدتش بالي والله. ما تشربش بتدور على عينك. ما خدتش بالي يا فندم انا اسف. طب اقعد فين انا؟ اخرج فين؟ ما اقعد هتخرج ما انت خضتنا خلاص اقعد. هتخضتني انت ادخل تاني اتخض. والله ما خدت بالي. طب اقعد عشان انا بكلم البيت المدام. لا اقعد. هذا حق. الأهل موزة دع الرد الرد بتاع الشاك كان جايب لي القميص بتاع النكوة. أنا عايز أطلب منك حاجة. عايز تروح فين قول. نعم. ربع كيلو زيتون كلاطاطا. الزيتون كلاطاطا ده. قال له أيوه. خلاص أوكي ماشي. المهم ده أنا كنت عايز أقولك على حاجة يعني. نعم. إيه؟ دوست على مين؟ عيش 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 ده عيش دوست موجود يا باشا. موجود موجود هو بيهزل دماغه. مين؟ لا ده هنا صاحبي. لا ما تخافيش صاحب الانتيخ. تعالى يا حبيبتي خلاص انا عارف. سلام مع السلامه. على هذا مع العرب. المكالمه قلبت في الاخر جو بقاله ليه كده؟ مش مهم. المهم ان انا سعيد. سعيد قوي يعني قوي. ايه خير بقى كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم، انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هاني. الموضوع دخل في زيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا انا بتكلم في موضوع تاني خالص، انا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى، المفروض انه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى. ايه يا عم اللي انت بتقول؟ انت هتخرجنا كبر دماغك يا اخي بقى. خلاص خرجنا من السجن. وكل حاجة عدت في السليم، والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقالة متغطي وهيفضل متغطي فترة طويلة محدش هيقدر يكشفه. تكون انت سافرت وبقيت في التمام. المهم اخبار موضوعنا احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادم. طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا. اكيد يا ادم. انا حاسس سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا بقى لا انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان. بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين يعني. اسمعني بس. في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه باشا. عايز ارجع عايز اطلع اللي جوايا يعني. طلع يا باشا ده انا هاني. ما انا عارف مكان انت ما انا عفاف. عايزه كان ايه؟ قلت اعمل ايه في محسوسيتي لما اجي اتكلم معاها يعني. ها يعني الموضوع ما ينفعش يتقال في قلب الشغل هنا يعني. خلاص يا باشا ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك نتقابل في البيت عندي نتكلم براحتنا ونشرب القهوه. انا موافق. انا ما بحبش القهوه. ما هو كده يا باشا النهار هيطلع لنا من غير ما اعرف فيه ايه. هاني تعالى. جيت؟ ان جسمي بيتخرط من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قولي. انا بمر بتجربة. انا وقعت من السماء وانت استلعبتني. انا ماشي مع واحدة اليومين دول كلام في سرك مراتي. الله. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش ايه المشكلة فيها؟ ضميرك بيقلبك. وامك بتعملني كلام دي مجنون كده ليه؟ انا مش فاهم حاجة يا باشا. عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك. لا هتغاب عليك. ما انا ما تجيش تخنقني انت كمان. افرض مثلا يمكن انا بحبها مثلا. طب يا باشا ده جميل جدا انك تصلح علاقتك مع مدام فيحاء. دي ست رقيقه جدا. ست جوهره. ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع. ولا تدافع ولا تقف جون. خلاص انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينه في الحلاوه. ناخد وندي في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا سهل. خصوصا بقى اللي مدام فيحاء بكلمة واحدة منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها. دي ست زي البسكوتة. ما خلاص يا عم الكتكوت. انا عايز اعرف انا هعمل ايه. قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا. اتفضل. الستات عموما الستات عموما تحب المعاملة الرقيقة. تحب الشعرية. تحب تحسسها بدفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بقى تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك انا. عارف روميو جوليت؟ Thank you.
سحاق 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 انا جايب لك ورد عداد الشمس 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 الشمس